المرسوم الملكي السامي بالعفو عن 901 محكوماً وتطبيق العقوبات البديلة على 585 نزيلاً يقدم نموذجاً متقدماً في تطبيق حقوق الإنسان ويعزز من مكانة مملكة البحرين كدولة حضارية ملتزمة بالمواثيق الدولية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري. بعد التحية دكتور، ما هي قراءتك تجاه هذا العفو الملكي السامي عن 901 من المحكوم عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أختي سارة وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين، وبهذه المناسبة أتقدم إلى مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بأصدق التعازي والمواساة في وفاة معالي الشيخ عيسى بن راشد رحمه الله. وهذا المصاب هو الحقيقة ليس للبحرين فحسب، وإنما أيضا للسعودية ولدول الخليج لما كان يتمتع به رحمه الله من مناقب وصفات فعليه رحمة الله. نعم. سؤالك الكريم أختي الكريمة، هذا لا يستغرب من صاحب الجلالة الملك حمد وحكومته الرشيدة، فهذا هو ديدا هذه البلاد المباركة مملكة البحرين لما يربط القيادة بالشعب من هذه الألفة ومن هذه المحبة. ودائما جلالة الملك وولي عهده والحكومة الرشيدة هي تتلمس نبض هذا المواطن ونبض الشارع، فتجديهم دائما معهم في الأفراح وفي الأتراح، تشاركهم أفراحهم وتشاركهم أيضا أتراحهم في المصائب وفي العزاء. وهذا الحقيقة نموذجا انفردت به البحرين عن كثير من دول العالم لا يساويها فيه إلا شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية. تطرقت في حديثك عن أن هذا العفو الملكي الكريم يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية والتي بدأت كثيرا من دول العالم تستخدم العقوبات البديلة. إذا نحن هنا أمام صورتين جميلتين، الصورة الأولى هي اللحمة الوطنية ما بين الشعب البحريني وقيادته وملكه، الصورة الثانية هو البحرين الجديدة المتقدمة التي تسعى إلى تطبيق المعايير الدولية في جودة الحياة. عملية إخراج 900 مواطن من السجن إلى عقوبات بديلة، هذه تتحقق منها هذا العفو، هذه المحبة. أيضا لا سيما والعالم الآن يعاني من وباء كورونا، فأيضا التخفيف على السجون وعلى الإصلاحيات هذا أيضا سيقدم أيضا لمسة حانية ولمسة أبوية من جلالة الملك إلى هذا المواطن. هذه الحقيقة هذه الصور التي حقيقة نتشرف بها ونسعد بها سواء كانت مملكة البحرين أو نحن في السعودية، نفتخر بمثل هذه الصور الجميلة التي نقدمها للعالم والتي تكرس وترسخ مبدأ اللحمة الوطنية ما بين القيادة والشعب. فهذا الحقيقة هذه الصورة نسعد بها ونتشرف بها، ونسأل الله عز وجل أن يديم على مملكة البحرين هذه المحبة وهذا الإنجاز الذي تتمتع به في ظل حكومة جلالة الملك حمد حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين. الدكتور أحمد الشهري كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.